والنهارده اقدر اقول لحضراتكم ان احنا كان عندنا 580 دواء، دول كانوا هم اللي فيهم بعض او النقص وكانوا عاملين الازمه. النهارده الحقيقه منهم حوالي 470 حلينا مشكلتهم، ومتبقي 110 هيخلصوا على الشهر القادم. فانا حابب بس ان انا ااكد انها يعني هذه الازمه الحمد لله في سبيلها للزوال التام، وبالعكس احنا بنتكلم على تغطيه كامله لانتاج الدوله المصريه واحتياجاتها، وايضا التصدير بصوره كبيره جدا. فانا الحقيقه كنت حابب اقول هذا الموضوع. والموضوع ده كمان انا عايز ااكد لحاجه، شيء مهم، الكلام ده بيحصل في اطار منظومه كبيره جدا من المراقبه والتتبع للجوده بتاعه انتاج الادويه، واللي بيقوم على هذا الموضوع طبعا هي هيئه الدواء المصريه. هيئه الدواء المصريه هي هيئه مستقله تماما بموجب قانونها، وباكد ان احنا في هذه الهيئه احنا بنتبع كل الاجراءات والقوانين العالميه والمعايير اللي وضعها لينا منظمه الصحه العالميه.